طيب السؤال على تويتر اللي احنا حطيناه النهارده مش على الفيسبوك، نشوف تعليقات حضراتكم على هذا السؤال. اسلام سالم، الفرصة صعبة جدا، كنا بنتكلم على فرصة الزمالك في التأهل من دور المجموعات، تمام، اللي بعد. أميرة، إن شاء الله خير، لسه عندنا أمل، يا رب يا أمير. علاء أبو يوسف، إن شاء الله الزمالك قادر على التأهل. اللي بعده. محمود الشاعر، صعبة للأسف. الايه الريق روحه بقت في الريق روحه بقت في الارض ونتائجه مخيبه للامال. ايه الريق روحه دي؟ جديده دي بالنسبه لي. احمد شمس، موجوده بس مستحيله. خليها صعبه، خليها صعبه يا احمد، المستحيل يعني خلاص ما دام انت قلت موجوده يعني. احمد عبد الباري، من وجهه نظري التي لا قيمه لها لن يتاهل، صعب جدا جدا. السيد الخميسي أو الخميسي، إن شاء الله يتأهلوا يا رب. محمد العربي، الفرصة ما هي صعبة بس لازم يجتهدون من أجل اسم الزمالك، وإن شاء الله الزمالك يتأهل. وبالمناسبة أنا أهلاوي، أحترمك يا محمد على روحك الحلوة. محمد تيخة، سنوار يا شلبوكة، والله بحبك قوي يا كابتن، أنا أهلاوي حتى النخاع، واتمنى الزمالك والله يسعد علشان مروا بظروف صعبه اول الفتره دي وهم بيلعبوا برضو باسم مصر طبعا. محمد حماده، سنوار يا جنرال، من وجهه نظري ان المهمه اصبحت مستحيله والزمالك ودع البطوله. احمد جاد، منور يا جنرال مصر، الزمالك خارج البطوله. امين عاطف مهدي، يا مساء الانوار على كل الاهلاويه بالانتصار خارج الديار بالامس، اما الزمالك صعب انه يصعد بل مستحيل. كريم محمد، احنا نفسنا الاهلي والزمالك يلعبوا في النهائي تاني ولكن الزمالك خلاص مفيش امل. احمد عبد الناصر، صعب يا كابتن مدحت لكن لا يوجد مستحيل في كره القدم، ونتمنى صعود الزمالك مع اني اهلاوي فلازم ندعم نادي الزمالك في هذه الازمه، وبالتوفيق ان شاء الله. الله عليك يا احمد. عبد الرحمن خالد، ساخر عليك يا شلبوك، انا اهلاوي بس كان نفسي الزمالك يصعد مع الاهلي ونشوفهم مع بعض تاني في النهايه، بس اعتقد ان الفرصه صعبه. تحياتي ليك يا شلبوك، مساء الانوار والسعاده. وعليك يا عبد الرحمن. احمد فتوه، سانوار عليك يا جنرال اعلام الرياضي في احمد فتيح، امال الاو دي ايه بقى؟ ما في او مكتوبه اهي. سانوار عليك يا جنرال الاعلام الرياضي في مصر، بصراحه الزمالك حط نفسه في موقف صعب، حتى وان كسب الماتشين هينتظر نتيجه الترجي ومولوديه الجزائر، يعني لازم المولوديه تخسر هي كمان، ودي احتمالات صعبه ومعقده من كل الاتجاهات، ولكن مفيش مستحيل، والمواقف هي اللي بتبين شخصيه الكبار والابطال. عيني يا ابو حميد. ادم، دي اخر حاجه عندنا، مساء انوار يا كابتن مدحت، توقعاتي ان صعب جدا ان نادي الزمالك يصعد للدور الثمانيه لان الزمالك عنده نقطتين من اربع ماتشات وهيلاعب المولوديه في الجزائر. تمام، نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق للزمالك في المولوديه وللترجي مع المولوديه في رادس مع أهم ظواهر هذا الأسبوع، ولكن بعد الفاصل.